شارك سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل في اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل الذي عقدته منظمة العمل العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جاء ذلك في إطار الجهود العربية والدولية لدعم توفير الوظائف والنمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب تنفيذ قرارات مؤتمرات العمل العربية ومجالس إدارتها. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الوزير حميدان أن مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع تأتي في إطار دعمها للعمل العربي المشترك، خاصة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في فلسطين ودعم الوظائف فيها، إضافة إلى متابعة القرارات الصادرة عن المؤتمرات العربية.